طيب اذا حكينا بتتذكر الارمتشر رياكشن هنا لو انا عندي هون فيرمنت ماجنت خلينا نفترض انه هذا نورث وهذا هون ساوث راح احط النيوترال اكسس راح احط النيوترال اكسس بلون مختلف راح نرسم هون هي حكينا هذا النيوترال اكسس من هون النيوترال اكسس وعندي الارمتشر هو الروتر الروتيتنج هون هنا اسلاك امبيدد اسلاك مختلفة بين هون والرياكشن والكوميتيترز ايش راح يعملوا؟ راح يضمنوا لي انه الاسلاك هون ماشيه بالاتجاه الصحيح خليني افترض انه هذا بده يلف بهذا الاتجاه وراح اخلي الجنريتر كمان يلف بهذا الاتجاه عشان نقارن الاثنين بين بعض لو جينا الان طلعنا هون حتى يكون عندي هاي الموتر افكت هاي الفلكس فالكرت بده يكون بهاي الجهه داخل الصف عشان الفورس تكون طالعه فوق فبنيجي بنقول هاي داخل بالصفحة هيك اكس اكس وكل هدول راح يكون اكس بهذا الشكل وهذا هو هيك قلنا هاي الكرت داخل بالصفحة الفلكس هيك فالفورس راح تكون هيك فراح يكون عندي فورس هون وفورس هون واتجاه الدوران راح يكون بهذا الاتجاه وطبعا اي سيليك بابر النيوترال اكسس الكوميتيترز والبرشز راح يضمنوا انه هذا يعكس طبعا احنا اخذنا اسهل حالة هون اللي هي عدد البيرز اوف بولز قديش؟ عدد بيرز اوف بولز واحد فالميكانيكال ديجريز بيساوي الالكتريكال ديجريز فلما هذا يلف 360 درجه ميكانيكيه بنعكس التيار 180 درجه 180 درجه بنعكس التيار وبرد رجع على وضعه الاصلي من هون خلينا نشوف الان ارمتشر رياكشن نحطه هون بلون مختلف فراح اشوف اللي عندي الفلكس صار بهذا الاتجاه هي من النورث للساوث فهذا اللي هو ماجنتيك فلكس دنسيتي تبعت الستيتر اذا بدك تسميها من هون وراح يصير عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي للروتر نفسه الماجنتيك فلكس دنسيتي للروتر نفسه راح تكون اتجاهها بهذا الاتجاه هيك والحركة احنا تأكدنا منها هيك فهذا راح تكون خليني بديش اكبره كثير عشان ما يبينش لانه هو اضعف بكثير راح تكون انا كمية بسيطة هيك اوكي وراح يصير عندنا هلا هون اذا اخذنا راح يصير هذول لهم محصلة فكأنه الفلكس راح يصير شيفتد باكوردز وين اتجاه الدوران؟ هيك ايش صار بالفلكس رجع واذا شفنا الشيفتد نيوترال اكسس راح يصير بدل ما هو هيك راح يصير فالمفروض لو احنا بدنا نشتغل بشكل صحيح المفروض الاسلاك اللي بتعبر هذا الاكسس اللي يصير فيها كوميتيشن بس حاليا الاسلاك اللي بتعبر هذا الاكسس اللي بصير لها كوميتيشن هاي المشكلة، إذا هون النتيجة اللي استنتجناها إنه صار عندي الأرمتشر رياكشن هذا باكورد فاهمين شو يعني باكورد رجع لهون فنيوترال أكسس لهون فالأرمتشر رياكشن إن موتورز شيفتس ذا نيوترال أكسس باكوردز نيوترال أكسس axis اوكي موتور باكورد طبعا هلا هون جايين على الجنريتر رح نحاول نرسم نفس الرسم اللي هناك هي عندي هون نورث وعندي هون ساوث والبرايم موفر الخارجي لانه هذا جنريتر البرايم موفر الخارجي شو بعطيني؟ بعطيني تورك واتجاه التورك رح يكون بهذا الاتجاه من هون إذا في عندي حركة أو في عندي دوران بهذا الاتجاه هذه هي الموفمنت هون نرجع نحط الأسلاك هلا بدنا نشوف اتجاه الأسلاك الجنريتد فولتج وين راح يصير مين مستعمل؟ الجنريتر افكت فالآن عندي موشن بهذا الاتجاه وعندي فلوكس بهذا الاتجاه إذا الكرنت وين لازم يكون اتجاه بهاي الجهة؟ ولازم الـ EMF يتولد بحيث إنه يمشي كرنت وهذا سورس فلازم الكرنت يمشي بهذا الاتجاه فلازم يكون عندي اللي هو عكس هناك. فالكرنت هون راح يكون وهون راح يكون
تكون طبعا بالعكس. طيب شو راح يصير الان؟ ايش اللون استعملنا هناك؟ راح يصير عندي هاي ريفلوكس اللي هو بي اس، وعندي هون دي ار راح يصير. وين راح يصير اتجاه دي ار؟ هي الكرنت طالع هيك داخل هيك راح يصير. وين راح تصير المحصلة الان؟ هذا اذا بدك تسميه بي نت او بي نيو نت تبعتهم. وين صار النيوترال اكسس الان؟ كان اصلا النيوترال اكسس وصار هلا نيوترال اكسس تقريبا بده يصير عمودي على هذا. تحرك هيك. اذا ايش اللي استنتج؟ Armature reaction in generators. Generators shifts. The neutral axis. اوكي التنين مشكله طبعا التنين مشكله. هلا بدنا نبدا نطلع نشوف ايش الحلول الممكنه حتى نحل هاي.